نهاركم سعيد مرة تانية مشاهدينا. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة لطيفة جدا، هي مع كاتبة شابة حائزة على جائزة ساويرس اللي أعلنت منذ أيام قليلة، حائزة على جائزة ساويرس في القصص القصيرة. ليها أكثر من مجموعة قصصية، هي مش كبيرة الحقيقة، سنها مش كبيرة، لكن هي عندها مجموعة أكتر من مجموعة قصصية، ثلاث مجموعات قصصية، وليها رواية، وليها رواية كمان جديدة هنتكلم عنها النهاردة كمان، اسمها الست، هتصدر خلال أيام في معرض الكتاب القادم إن شاء الله تتابعوها بقى. معانا النهاردة الكاتبة الأستاذة سمر نور. نهارك سعيد يا سمر. نهارك سعيد. سمر صحفية وكاتبة، إمتى ابتدى أنت بتكتبي في الأدب؟ يعني طول بكتب عمرك في بتكتبي صفحة في الأدب؟ الأدب، مش طول عمري، يعني في فترة اشتغلت فيها تحقيقات، طبعا تحقيقات، لكن تحقيقات وحوادث بقالك وكل حاجة. لكن اتجهتي للأدب بقى في الصحافة وفي الكتابة، الاثنين. بالظبط. ايه اللي شدك للعالم ده؟ أنا من طفولتي وأنا بكتب، وحتى اختياري للصحافة كان اختيار اعتقاد مني إن هو أقرب مجال للكتابة. في مصر ما فيش كاتب متفرغ، أنت لازم تكوني بتشتغلي في عمل آخر، يعني طبعا هتاكلي عيش منين؟ ما يعني فيش، أكيد يعني. لازم تاكلي. فكنت معتقدة وقتها إن الصحافة هي أقرب مجال للكتابة الأدبية، بس هو في الواقع ده مش حقيقي تماما، يعني إن الصحافة زيها زي أي مجال تاني، هو مجالات كلها بتسرق من وقت الإبداع وبتاخدك بعيد عنه شوية. لكن ايه الحاجات، خطوط التماس بقى؟ يعني انت بتقولي في اختلاف كبير، لكن ايه خطوط التماس اللي فادك في الكتابة الصحفية في الكتابة الروائية او هو الكتابة طبعا الخبرات، القصصية؟ انت في شغل الصحافه بتبقى، خصوصا في الاول لما كنت بشتغل في التحقيقات والعمل اليومي، يعني كان في احتكاك بالبشر، بتشوفي حاجات يمكن مش هتشوفيها في العادي لو انت كاتبه ومتفرغه وقاعده في البيت. يعني كل ده طبعا خبرات بتتراكم وبتاثر على كتابتك. كمان بعد كده لما اشتغلت في الصحافه الادبيه، ده بيخليكي متابعه اكتر للي بيحصل في عالم الادب، للحالة الأدبية للحالة الأدبية طبعا. ككله، وعارفة يعني الاتجاهات الجديدة، ده ممكن يحصل طبعا لو قارئ عادي يعني برضه. لكن انا اعتقد كمان ان ده فادك على مستوى اللغه يا سمر، يعني انت لغتك لغه ريفايند زي ما بيقولوا، يعني لغه راقيه، لغه عربيه سليمه منمقه، بتحرصي على استخدام اللغه بشكل ادبي، يعني زي الكتاب الكبار بتوع زمان. يعني هو دلوقتي اختفى في يمكن في الجيل الجديد بقت اللغه ركيكه اكتر، فانت محافظه على اللغه دي. اللغه ايه بالنسبه لك، وفادتك الصحافه في ايه؟ هو اكيد الصحافه اثرت على لغتي مع الوقت، يعني لان انا في البدايه اول ما اشتغلت كان عندي ولع باللغه واستخداماتها واللعب بيها حتى لو خارج اطار الفكره، يعني وده يمكن مش صح قوي. بيبقى بيقولوا عليها مراهقة مراهقه أدبية شويه. شوية. في مجموعتي الاولانيه كانت لغتي شعريه اقرب للشعر، منها مجموعة للنثر اسمها معراج، بس هي دي معراج. تجربة لطيفة قوي، يا ريت تتكلمي عنها، لأن أنت بتقولي هي تجربة شعرية كمان تشكيلية مع صديقة ليكي، فكرة بالظبط، ظريفة. كانت عبارة عن نصوص قصيرة معاها لوحات فن تشكيلي للفنانة حنان محفوظ، وكانت تجربة حلوة قوي. احنا عملنا عدد محدود حوالي 20 نسخة بإيدينا، وابتدينا نوزعها على عدد من المثقفين، وبعد كده يعني تفاعل معاها الكاتب الراحل فؤاد قنديل، ونشر بعد كده في الهيئة العامة للأصول الثقافية. حلو قوي. وبتقولي في المجموعه دي انت كنت اللغة مركزه مع اللغه بقى كان في الشعريه ولع اكتر. كده باللغة واهتمام كبير بيها، وعلى حساب أي حاجة تانية يعني. فده اتغير بعد كده بالتدريج او بشكل مختلف، يعني ابتدى يبقى في نضج اكتر في الكتابه. الصحافه ممكن تكون اثرت برضو في الجمله تكون مكثفه اكتر ومعبره اكتر، واتمنى ان يكون ده حصل يعني او اتحقق في مجموعتي الاخيره يعني. دي الرواية ده المجموعة قديمه الأخيرة اسمها في بيت مصاص دماء، هي الرواية الحائزة على جائزة مجموعه. ساويرس، مجموعة قصصية، سوري، مجموعة قصصية، مجموعة قصص قصيرة بعنوان في بيت مصاص دماء. ايه الحيثيات بتاعت الجائزة؟ حتى الآن أنا ما طلعتش على كل الحيثيات الحقيقة، لكن أنا سعيدة إن لجنة التحكيم لجنة متنوعة ولجنة محترمة وذات اعتبار، مين رئيس اللجنة؟ أستاذ سعيد الكفراوي القاص الكبير، وعضويات أكاديميين زي الدكتور محمود الضبع،
وزي استاذ محمد شملوخ، وزي زميلنا الكاتب ياسر عبد الحافظ، ودول كلهم انا ناس انا متابعه شغلهم وحب. انا كنت سعيده جدا ان انا شفت لجنه التحكيم يعني بالتعدويه الناس دي، اللي انا ليهم اعتبار بالنسبه لي. ليه قالوا لك بقى ليه خدتي جايزه؟ احنا شايفين الجايزه قدامنا اهو، جايزه ساويرس. ايه الحيثيات بقى؟ يعني ليه الروايه، ليه المجموعه، سوري، ليه المجموعه القصصيه دي مش روايه يا جماعه؟ دي مجموعه قصصيه خدت الجايزه. هو انا زي ما قلت لحضرتك انا ما اتطلعتش على حيثيات بس الحكم، قالوا لك اكيد. بس هو يمكن العوامل هنا مختلفه. في نصوص هم شافوا ان فيها حس نسوي، وفي نصوص فيها تجريب على مستويات مختلفه في الكتابه. ما اعرفش يعني، هم اكيد عندهم اعتبارات ما حتى الان انا ما طلعتش عليها، بس يعني انا فعلا سعيده ان الناس دي قدرت انها تشوف المجهود اللي انا بذلته في اي شغلي. حد هيمسك الروايه او يقرا العنوان بتاعها يتصور ان دي روايه رعب، لا لا روايه رعب نهائيا. في بيت مصاص دماء، لكن اللي يقراها هيعرف ان هي مش رعب، هي يمكن قصص بتميل للفانتازيا اكتر، فانتازيا مستوحاه من الواقع. يعني ايه بقى فانتازيا مستوحاه من الواقع؟ كل الافكار هنا افكار ممكن يعني هو كلهم شخصيات عاديه ممكن تقابليهم في الشارع، ممكن تشوفيهم في اي مكان، بس بيتعرضوا لمفارقه ما او للحظه ما بيوصلوا فيها مرحله لا وعي، فبيبتدي العالم حواليهم يتغير ويتحول لعالم خيالي في فانتازيا يمكن زي ما وصفها البعض. انت بتوصفيها بايه؟ يعني هو الناس قالت عليها فانتازيا، انت مصنفاها ايه؟ انا يمكن عندي مشكلة في حكايه التنظير قوي على الكتابه، يعني هو ممكن اتكلم معاكي واقول لك ان انا شايفه ان هي فانتازيا او كده، بس انا في لحظه الكتابه فعلا ما بيبقاش قصدي ان انا اكتب في اتجاه معين بعينه. انا بيتكون عالم بافكاره بشخصياته وبنقله على الورق، بعد كده بيبقى دي وظيفه النقد بقى، ان هم النقاد هم اللي بيقدروا يحللوا العمل ده ويشوفوا هم العمل ده في اي اتجاه. يعني انا بالنسبه لي انا كنت شايفه واقع كنا عايشينه بعد الثوره، واقع يمكن في كم من العبث غير طبيعي. احنا انا كنت احيانا بشوف ان العبث اللي بيحصل في الواقع يمكن انتصر على خيالي انا شخصيا، وانتصر على خيال كتير من الكتاب اللي كتبوا نصوص ما يدروش يوصلوا فيها للعبث اللي احنا كنا عايشينه. صحيح. فكانت الكتابه في المنطقه دي اللي هي ما بين الخيال والواقع هي اقرب للتعبير عن الواقع ده، منطقة يمكن بحاول فيها ان انا افهم مواقف وافهم شخصيات وافهم عوالم بطريقة يمكن مختلفة شوية. بعضها مثلا فيها مستوحية فيها بعض الشخصيات زي حفلة بينوكيو مثلا، بس انا عندي هنا بينوكيو مش هو اللي المروي عنه، لا هو الراوي، هو اللي بينوكيو هو بيتكلم، اللي بيحكي هو اللي القصة. بيحكي. هو مش بيحكي بس قصته، بينوكيو كذاب. هو مش بيحكي قصته، هو بيحكي قصة الكذب والادعاء اللي حواليه. بس هو بينوكيو كذاب اصلا. بالظبط، فهو بيحكي عن الكذب والادعاء اللي في المجتمع. ان هو الكذب غطى على الشخصية اللي هي معروفة باللي ده الترند، دي التيمة بتاعتها يعني. بالظبط. وهكذا مثلا في وسايرسهم الديناصور الاخير، انا بتكلم هنا عن الكاركتر اللي ظهر في حياه البطلين البنت والولد، وازاي ان هو بقى مرافق ليهم اكتر من مرافقتهم هم لنفسهم او لبعض يعني. وهو شخص اللي هو الديناصور هو شخص خيالي، هم بيتعاملوا معاه لانه شخص واقعي يعني، ما بيتعاملوش معاه لانه حاجه غريبه في حياتهم يعني. عايزه اروح للروايات اللي انت عملتيها كتبتيها يا سمر. عندك روايه قديمه هي محلك سر، ايوه، وعندك رواية جديدة اللي هتصدر في معرض الكتاب القادم، التوقيع بتاعها في معرض الكتاب، اسمها الست. اوكي. هي اسم على مسمى، يعني واضح ان انت برضو اعمالك فعلا فيها التيمة النسائية دي موجودة، وممكن تكون عشان انت ست فبتتكلمي عن عالم انت عايشاه او اللي حواليك عايشينه. ايه التيمة المشتركة ما بين روايتين؟ انا مش عايزه اقول انها تيمه نسويه قد ما هي تيمه انسانيه، وبطبيعه الحال انا كامراه اكيد هتكلم عن عوالم شبهي او شبه دنيتك. العوالم اللي انا افهمها، لكن ده مش معناها ان انا متبنيه قضايا بعينها يعني. اي هنجد مثلا ان في محلك سر كان بتدور عن بنتين صديقتين من سن الطفوله من 4 سنين لحد ما تجاوزوا 30، وده بيبقى فيه في الخلفيه خلفيه تاريخيه ممتده طبعا من السبعينات، من اواخر السبعينات حتى تقريبا 2009 او 2010 يعني.
الرواية هنا طبعا بتتكلم عن الظروف والعوامل الاجتماعية اللي كانت حوالين البنتين ديت، ويعني شهدت صداقتهم وعلاقاتهم ببعض وتنامي العلاقة دي. هنا في الست في شخص واحد بس، هي شخصية البطلة اللي بلا اسم. بلا اسم؟ بلا اسم. هناك في محل اكسرة كان عندي لا موصوفي، هنا هي بطلة لا تحمل اسم. ويمكن اغلب شخصيات الروايه لا يحملوا اسم يعني، ما عدا صديقها سمير. البطله دي بتستقل في بيت لاول مره في حياتها. ده علشان هي قصه ناس كتير يعني تقصدي، هي ولا ليه قصه بلا ناس اسم كتير يعني وهي ناس بتحكي عن نفسها، كتير؟ فما شفتش ان في داعي ان هي يكون ليها اسم يعني. هي خلاص اتعودت على حياتها بمفردها، فاكيد مش هتكرر اسمها ما بينها وبين نفسها كتير، خصوصا ان الروايه كلها عباره عن حديثها هي عن نفسها وعن حياتها وعن تفاصيلها. فبعد ما خلصت الروايه لقيت ان فعلا هي بلا اسم، وما حاولتش ان انا اقحم اسم على العمل يعني. هي في النهايه هي كل ست يعني او هي ممكن ستات كتير تبقى يعني، بتعبر عن ستات كتير ستات يعني. كتير. التفاصيل الصغيره هي اللي بتعنيني في هذا العمل، التفاصيل الخاصه بعلاقتها بالعالم، علاقتها بعالمها، عالمها الجديد، الالوان، اكتشافها لهوايات مختلفه، المطبخ اللي بتكتشفه لاول مره، علاقتها بالناس، علاقة قصة حب بتدخل بتلخبط حياتها في فترة من الفترات. كل ده هو المهتم بيه. كمان هي بتكتشف في داخل البيت دوت الست أم كلثوم، هي يمكن ما كانتش مرتبطة بأغاني أم كلثوم، بتكتشفها جوه البيت وهي عايشة لوحدها. فكل التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتكون عالم الست اللي بنقله من خلال نوفيلا عبارة عن فصول قصيرة يعني قوي. دي رواية قصيرة. عبارة عن فصول قصيرة جدا في حاله من التكثيف، يمكن انا حباه قوي وجاي من عالم القصه القصيره اللي انا جايه منه اساسا. سمر، انا مبسوطه جدا اللي احنا اتعرفنا عليكي في نهارك سعيد النهارده، وبتمنى ال روايتك الجديده الست ان شاء الله تحوز على اعجاب القراء وتعمل رد فعل كويس زي ما المجموعة القصصية حازت على جايزة. متهيألي كمان القراء لما يشتروها ويقروها دي كمان أعتقد إن هي جايزة من نوع آخر أكيد بالنسبة طبعا. لك. إحنا في انتظار الست في معرض الكتاب، وبتمنى لك التوفيق دايما. نهارك سعيد يا سامر. ميرسي جدا، ميرسي يا فقراتنا لسه متواصلة مع حضراتكم، راجعين بس بعد الفاصل.